عثر الباحثون في متحف البريد الهندي على مستند رسمي يؤرخ لافتتاح البريد في عمان بتاريخ الأول من مايو 1864. عام 1864 أوكلت الخدمة للإدارة البريطانية، لكن الإدارة المحلية كانت تحت إشراف موظفين عمانيين يطلق عليهم صفة ناظر. كانت الخدمة تؤدى في العاصمة مسقط وضواحيها، فكانت هذه أول بداية خدمة للبريد في السلطنة إلى عام 1966 عندما استلمت السلطنة لإدارة إدارة البريد، وكان كذلك أول مكتب في مسقط. ولو عدنا لتاريخ البريد ما قبل 66 نرجع، فكان مكاتب البريد كانت موجودة في بجانب مسقط، أيضا في جوادر كذلك كان مكتب بريد، وجوادر كانت تحت إدارة السلطنة بوجود والي ووجود إدارة عمانية، وكذلك أيضا الخدمة البريدية كانت موجودة في زنجبار. أواخر 49 زين، أنا وصلت هنا وطبعا أنا كنت مخلص من هناك سينير كامبريدج بالإنجليزي، فقالوا لي جماعة هنا ليش أنت توالحي؟ قلت له أنا أبغى أصير كويت، هذاك الأيام كان فكرة في أصير كويت وآخذ دورة يعني أصير وأتعلم. أنا اشتغلت وكان حاج داود بس، وهذاك الولد ما ولد هو رجل من اسمه جعفر، هو كان ساعي البريد ياخذ كل البريد مع المسقط يجيبه بمطرح. انا استلمت العمل من علي داود، علي داود ترخص وراح سيدا بحرين. عاد علي داود كان في البحرين وانا كنت هنا. عام 1966 انتقلت إدارة البريد رسمياً إلى الحكومة العمانية، وعين محفوظ بن محمد الحرمي بوظيفة كبير نظار البريد. آخر يوم من الامتحانات النهائية في سنة 1961 جاني حاج معلم علي بن أحمد رئيسي وطلب مني أن يكون أشتغل مؤقتا محل البريد أندياب حاج داود عبد الله إلى بحرين والحج. ووصلت في البريد كموظف مبيع طوابع وتسجيل مسجلات. قول يا بنتي روحي شوفي وين عامر عشان اقرا رساله، روحي بسرعه. هذه رساله من عند ابوكم، رساله من عند ابوك. الحمد لله، اشكرك يا رب، اشكرك يا رب. ظلت الرسائل البريديه تصل الى عمان عبر السفن والبواخر قبل ان تدخل الخدمات الجويه البريديه. واللي حال صندوق وكيل احنا نعطي الوكيل. الاسبوع الثاني يوم الاثنين اوزع المسجلات ريجستر، يعني كل واحد ودي الدكان يوقع لي يستلم رسالته.
وين تعرف أن أجلس؟ شفت القهوة اللي في خوربنبا؟ كنت أجلس هناك، كل واحد حل رسالة يجي أخذها من هناك، أنا يكون جالس موجود يوقع رسالته وأستلم وأخذ رصيد الساعة 12 أنا مخلص. يوم السبت كذلك، هي هو البرامج نوزع الصناديق هناك، من خلص توزيع الصناديق أشيل الرسائل هذه يعني أربطهن كل واحد بعنوانه، كل واحد بعنوانه، كل 15 مكان واحد، كل 5 باسمك، باسم هذه، باسم فلان، تفضل رسائل حالك وحال حجاماتك أنت توزعهم حال أصدقائك. أنا حدي بخوربا بأجلس أوزع الرسائل وأروح. إلى زوجي العزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن كلنا بخير والحمد لله، وما ينقصنا إلا وجودك معانا. هو الأولاد بعد كلهم مشتاقين لرجوعك، وأهل الحارة بعد كلهم يسلموا عليك. الخدمة البريدية في 18 من أكتوبر عام 1969، وذلك عن طريق إعلان كان موضوع في لوحة الإعلانات قرب الباب الكبير في مسقط. تم تعييني بوظيفة كاتب موزع تحت التجربة لمدة 3 أشهر، وذلك في إدارة البريد وليس في مكتب بريد مسقط. المبنى هذا أنشئ أو بدأ في بنائه في بداية عام 1969، وتم الانتقال إلى هذا المكتب. طبعا كان المكتب القديم كان في القنصلية البريطانية في ولقات، تم الانتقال لهذا المكتب في بداية عام 1970. خلال إنشاء هذا المكتب تم توظيف عدد من الموظفين على أساس أنه يتدربوا في المكتب القديم استعدادا لانتقالهم إلى هذا المكتب. بريد يوصل لمسقط من دول خارج أكثر من سعودية، كانوا عمانيين موجودين، والكويت، بحرين، قطر، ودبي، وبريطانيا وألمانيا. هذا يجمع في بحرين وبحرين يرسل لنا، ومن أفريقيا دول أكثريتهم من زنجبار، مومباسا، كثير الرسائل العمانيين الشرقية هذا يستلمهم للبخشيشة. بسأل عنه فلان فلاني ساكن أو فلان فلاني، أول حلا ماشي أول شقيعية وقبروه وغريفة طرح، واللي ما تشوفه الصباح بتشوفه عصر تحصله في السوق، يجي لازم يجي السوق. فلان عندي رسالة حالك وبتشوف مكان فلان أخلي لك إياه، تعب بتخبره قبل، اذا ما حصلتك بتشوف رسالتك مكان فلاني عند فلان. بس هو بيجي يسال، انت كل يومين 3 أيام تسال اذا في رسائل انا بخيل لك اياها، انا ما اجي ادوك البيت بخيل لك اياها مكان فلاني معين، بعطيك عنوان وانت تجي تسال الشخص هذا، يمكن انت ما تشوفنا ما تشوف العبد كان والله جاي خربا ما قيس وين حاجي بيرس عنك، وين الهوتيل اللي وسطه خلاي القهوه اللي خربا هناك، انا قيس العصر والصبح جلس هناك، اللي ما اشوفه اشوف هناك، اللي ما اعرفه بس عنه مين فلان فلتعرفوا خلنا نعرفه هي ساكن مكان فلان، بس انا بعرفه عاد بوصل لحد انا وقال له بعطيه رساله حصل اعطيه فلان الرساله جات من البحرين ولا من قطر ولا مكان اعطيه قول لي جابنا فلان، بس وصلت رساله.
لك يا ابو الي صندوق تا الي صندوق. السلام عليكم. هذه رساله من دبكم البحريني. العمل في البريد كان محصور فقط لمدينة مسقط ومطرح. عدد الصناديق البريدية في ذلك الوقت كان 238 صندوق تقريبا، ومعظم الصناديق هذه كانت مخصصة للتجار، وقليل منها كان للمؤسسات الحكومية في ذلك الوقت. لأول مرة تعمل الصناديق من النوعية هذه. فبالنسبة لصندوق اثنين كان لشرطة عمان السلطانية، ولا زال ثلاثة كان لدائرة المعارف وحاليا لوزارة التربية والتعليم، أربعة للحاج موسى عبد الرحمن حسن، خمسة لعبد العزيز وإخوانه، تسعة نارنجي هيرجي، 14 كان مال كيبن اند ويرس، 19 كيم جرام داس، 22 يحيى كوستين كان انزين. هذا 23 مال اسمه حمد اللي بيعد جهب حمد سالم سعيد. 24 مال واحد اسمه ناصر عبد الله. 25 تاول. وأما بريد السطحي يوصلنا من بحرين ومن هند وباكستان. باخرة ذاك أيام كان دارة دواركا دامرة في الأسبوع مرة، اللي يجي من الهند ومر باكستان، من باكستان جوادر، من جوادر إلى مسقط. شركة قرمكزي هو استلم بريد من الباخرة ويحولهم إلى أصحاب الهواري وأمبولا، شركة أمبولا، هم وعمالهم يجيبهم من ميناء على أكتافهم إلى البريد. بعدين عملوا سيارات وأرسال نفس الشيء. الإخوان اللي كان بيشتغلوا في قسم الفرز، بالإضافة إلى الأخ حبيب حمدان كان بصفته مساعد الناظر كان بيشرف على قسم الفرز، ومجموعة من الشباب منهم الأخ محمد محفوظ الصابري والأخ إبراهيم حسن. وطبعا نحن الموجودين كنا بعد ما نخلص عملنا في الحاجز نأتي إلى القسم هذا ونبدأ في فرز الرسائل أو مساعدة الإخوان هنا في هذا القسم، لأن القسم ما كان فيه أكثر من ثلاث موظفين هنا فقط. British India Steamship Company, BI. They had four ships. One ship would leave Bombay every week. And then a week later, the next ship would leave. A week later, the next one. They would come to Karachi. And from Karachi, they would come to Muscat, sometimes stopping in Gwadar on the way. Then from Muscat, they went on up to Dubai. From Dubai to Bahrain, Bahrain to Basra. And they would unload everything there was in Basra to go to Iraq. And then they would take on, they would load up whatever was supposed to go to India. And they would come back down from Basra to Kuwait, to Bahrain, one day in each place, the Bahrain, Dubai, and then Muscat, Karachi, and Bombay. In 1 month, 4 weeks, it took them 4 weeks to go from Bombay
to their destination and back again. But that was our lifeline. There were no airplanes. If there was any delay in the ship, it could cause us a delay in the medicines that we needed. Could happen. And sometimes with the, you know, political situation, the ship would be diverted or something. السلام عليكم. وعليكم السلام. وينك يا أخوي؟ من الصبح وأنا أنتظرك. وهذا رسالة. بعد ما أوصيك وهلا هلا برسالة. إن شاء الله. يلا مع السلامة. احنا طبعا ننتظر البريد بفارغ الصبر، وبعدين هناك الاخوان اللي في البريد يعرفونا كمدرسين، فتلاقي يوم ما يجي البريد ما المدرسين يحطوه على جهة، فنروح نيجي في بريد، ايوه طيب ناخذ البريد، خلصته يقول لا انتظره، ويصير يوزع، ما نروح الا بعد ما ما يوزعوا كل البريد هذاك اليوم. كل واحد جايته رسالة فرحان جدا، وهذا ما فيش وسيلة إلا هذا، الوسيلة الوحيدة اللي هي البريد. فكلنا ننتظره بفارغ الصبر، ونقعد عند حسين الزواوي لأنه جنب البريد، نظل قاعدين هناك عنده، ويجي واحد مندوب مننا أعطيني إذا في شيء للمدرسين ياخذ ويجيب على طول، وما نظل نفتح ونقرأ هناك، ناخذه حتى نستأنس عليه في البيت، ما نقرأ عند حسين الزواوي هناك ولا المدرسين، كل واحد يحطه في جيبه ويروح على البيت حتى يقرأ هذا. في مناطق السلطنة الأخرى خارج مسقط كانت الخدمة البريدية أقرب إلى النظام التقليدي، حيث يتم نقلها عبر المواطنين والتجار المتطوعين. في وكلاء موسى عبد الرحمن، موسى شعبان، كاكو مامو، لكو تاريا، درامسي، شبيكة، برسوت مكانجي، هذه الوكلاء مال الخارج اللي تجي العنوان عليهم، أنا أشيل المكاتب إلى محله وهو يصدر إلى من داخل أو للباطنة. الوكلاء هذه موجودين. بن سعيد ايوه من مطر، من مطر هذه كلهم اسماعيل، هذه اسماعيل ايوه هذه باطنه سعيد بن عبد الله بن سلوم هذا ديل، هذا مع الباطنه شوف ديل هذون ايوه الانصاري ديل 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 محمد بن علي الفزاري بلدهم جعاريف، علي بن عيسى الحارسي، الحارسي القابل، القابل محمود بن اسماعيل الزدياني بالعصبية، حسين بن سعيد الشبيبي بدل الجزر، سالم بن حمود الجابري قاضي عبري. لكن اغلب النهر اول عمانيين كله بحرين، وهل شرقيه كله كويت، هل شرقيه مال صور اغلبيه في الكويت، لكن هل عمان داخل منه نزوه كله بحرين. هذا البحرين يجي طلع على طريق موسى شعبان او محسن بن حمد، يعني مال عمان داخله، هذا مسؤوليته موسى شعبان محسن بن حمد، لان ايش هذا بيجي يتبضعوا من هناك، يجي يتبضعوا ياخذوا بضاعه من موسى شعبان، موسى هالكم كله بيربطه سيف كيس اخوه اعطوه دكال فلاني، هذا بيعطوه العنوان كله، عاد بيلا رساله يروح هناك يستلم دكان ذاك يحصل رسالته. واما الباطنه صح الباطنه الى شناص كان لكوتاريا، لكوتاريا هو الاجنبي.
كلها لوزمات يا اخي. هذا واحد سؤالي ثاني مساكن هناك. ايوه. زين؟ هذا حل بدر من فضلك مساكن هيدك. ايوه. وهذا مال محمد خلفان. وديهم يا اخي من فضلك. ان شاء الله. اوكي. تحدث مثلا عن ولاية عبري كان فيها وكيل بريد أو مندوب البريد في تلك الفترة، ويقوم هذا الشخص باستلام الرسائل عندما تأتي، معروف من هو الشخص اللي مسؤول عن توزيع البريد، ثم يدور في السوق، في سوق عبري، ويسأل وينادي الأشخاص أصحاب اللي لهم رسائل، فمثلا ينادي باسم هو ما يعرفه من، فيمكن أحد من المتسوقين في السوق يقول أنا أعرف هذا الشخص من البلدة الفلانية من مكان فلاني، فيأمنه الرسالة لإيصالها لصاحبها. وكان شخص واحد كان يعني يهتم كثير بإيصال البريد، لأنه كانت الوسيلة الوحيدة للتخاطب أو لإيصال المعلومات والأخبار من مغتربين ومن مسافرين، سواء داخل السلطنة أو كان خارج السلطنة في تلك الفترة. وينادي بالرسائل في السوق وبهيبته وهيئته يعني بلباسه الأصيل. و بعض الأحيان عندما ما يجد مين صاحب الرسالة في اليوم التالي يرجع مرة ثانية ويسأل ويكلم أصحاب الدكاكين والتجار ويبلغهم إذا جاكم فلان أو سمعتوا عن فلان ففي له رسالة بريد عندي، ويوصلها بالطريقة هذه. كان يحيى عمر قالق في زين، يحيى عمر قالق في زين، سالك بمن كحل عيانك ومن علمك يا كحيل العين، من الذي خضب ابنانك من شكلك حرف في حرف. كانت تصل إليه تحويلات المبالغ من يعملون بخارج الوطن ليقوم بتوصيلها إلى ذويهم. هذه خدمات لا شك الناس ترغب إليها وتحب، وكانت تنظر إلى من تثق به ليقوم بهذا العمل الجليل، الخدمة الإنسانية. ملتي يحيى عمر حليم، يا بعد رسالة من عند أبوي، روح نادي أخوك ناصر اقرأ الرسالة. وحط يدي على مدانك لشهر في شهر في شهرين، وأنا مناظر لبستانك لا ذقت حبه ولا ثنتين، نهبت أخوك ورمانك والورد شفته في ذا الخدين. تعالي يا ولد اقرأ الرسالة. يا مركب الحند ودقلين، يا ريت انا كنت ربانك بعثر في البر والبحرين، وبنزل المال في خانك لشهر في شهر في شهرين، وانا مناظر لبستانك. الزوجة العزيزة فاطمة بنت عبد الله بن علي، تحية طيبة. وبعد إن سألتم عن الحال فالحمد لله، وأنا بدأت العمل منذ شهرين في شركة البترول، وسأرسل إليكم مبلغ 50 روبية عن طريق الحاج علي بن عيسى الزدقالي. كحل عيانك ومن علمك يا كحيل العين، من الذي خضب ابنانك من شكلك حرز في حرزين، من شكلوا لك ومريانك عليش يا ناقش الكفين. كانت الخدمة البريدية في محافظة ظفار منظمة مثلما هو الحال في مسقط،
إذ تصل الرسائل والحوالات المالية بواسطة السفن والطائرات العسكرية، فتسلم أولاً إلى قصر الحصن، ومن ثم يتم توزيع البريد إلى التجار والمواطنين. أنت بتجي البريد عند الوكيل، بتأخذ رسالتك وتوقع فيها وبتفتح رسالة تشوفوا فيها في حوالي ساعة بدي معنا البريد، بدي عنا البريد تحوله، بتأخذ فلوس نقدين، حنا نأخذ الحوالة عندك. إذا فيها تشيك بتروح بنك بريطاني بتأخذ تشيك، ما يكون رايح. هي مو فقط انه التاجر هذا انه يوصل الرساله الى المرسل اليه، حتى الرساله اللي ترسل مره ثانيه من المرسل اليه الى الخارج كانت تجي عن طريق التاجر هذا او الوكيل، ومخلص عليها بالطوابع، مخلص عليها بالطوابع. الشيء الثاني اللي هو المفروض انه يعني الطيبه كيف كانت، احيانا ترد رسائل لشخص ما في ولاية ما معروف، ما ذاكر هو اسم الوكيل اللي بيمسه. الوكيل لما يجي لمكتب البريد أو صاحب الصندوق، هذا التاجر لما يجي يفتح صندوقه، بنكلمه ونقول له إن في رسالة معنونة إلى ولاية من الولايات، هل تعرف هذا الشخص؟ ما بيقول ما بعرفه، بيقول جيبوا الرسالة، وما دام انا رايح للولايه هذيك بنسال عنه، ولا بد اذا انا ما اعرفه في بعض لازم الاخرين بيعمسه. كان بياخذ الرسائل، واذا ما وجد الشخص، ما وجد الشخص المرسل اليه الرساله، ما بيرمي الرساله، بيعيدها وهو جاء الى المكتب ويقول والله الشخص هذا غير معروف لدينا، وتعاد الى المرسل مره ثانيه. ما اذكر غابت حاجه ولا شيء، لكن يتاخر تعرف لين يوصل من لسم نزوه، يبغى له يومين او يوم او ثلاث ايام، يعني تعرف سيارته بيتفرط في سيارات، لكن بيتفرط يطلع من المغرب هين بيبات جفنين، بيطلع الصبح هين بيبات سمايل، طيب يمشي شوي متشاحن سامان، ينزل وهو رايح ليوصل نزوه، ليوصل نزوه مع الوكيل، الوكيل والله هذه رسائل وهذه حوالات مع الناس. يلا انت ايه لك شيء؟ ساعة البريد هذا اصبح مشهور، يعني الناس كانت فعلا كانوا ينتظروه بفارغ الصبر، فعلا كانوا ينتظروه ساعة البريد هذا، ما كان في حاجة ثانية موجودة، ما كانت موجودة الاتصالات أو أي حاجة من حسب ما هو موجود حاليا في الوقت الحاضر، كان البريد، لأن فعلا كان في تلفونات، بس التلفونات كانت محصورة كمان في مدينة مسقط ومطرح، وما لكل الناس، مجموعة يعني عدد أو مجموعة بسيطة جدا اللي كانت تملك في ذلك الوقت الهاتف، بس البريد كان هو كان بيلعب الدور الكبير بالنسبة لعملية الاتصالات، وخاصة كما نعرف احنا انه معظم الشعب العماني كان متغرب في الغربة، ففعلا كان ينتظروه ساعة البريد هذا، ينتظرونه في حتى أمام منازلهم بعض الناس، حتى أمام منازلهم كان ينتظروه حتى يستلموا رسائلهم. والأخ محمد كان مبسوط بعمل، فعلا كان مبسوط في عمله، وكان بيعمل بكل إخلاص. يا مركب الحمد وداقلين، يا ريت انا كنت ربانك، بعبر بك البر والبحرين، وبنزل المال في خانك، وبنقسم الفايده نصفين، الله يخون الذي بس بس. في عام 71 تم انشاء 7 مكاتب بريدية في أمهات المدن في مأساة، وبعض
الأماكن اللي فيها كثافة سكانية، وبعدها تم بناء طبعا المكتب الذي أسقط كان هو البريد المركزي في ذلك الوقت. حتى عام 79 تم بناء مكتب بريد في مطرح الكبرى واللي أصبح هو البريد المركزي، ومكاتب في صور ونزوة وعبري وصحار مصيرة صلالة. ومثل ما توالت المكاتب اليوم أصبحنا ما شاء الله أكثر من 90 مكتب في السلطنة. يوما يوما عم يسأل مصل أخوي سالم، ما في رسائل؟ ما في رسائل أخي، وفي رسائل كان وصل. طبعا الآن ثورة الاتصالات اللي بدأت في الثمانين والتسعين والآن لا زالت يعني الاتصالات تنتشر انتشار سريع جدا، لكن يبقى البريد يبقى كما هو، والطابع يبقى لها من اللي يستخدمها، و يعني لكل خدمة لها مجالها ولها جانبها. البريد يبقى ويتطور، وممكن مثلا الرسائل الإلكترونية أو الشبكة العالمية للإنترنت أو أي شيء آخر ممكن يحل مكان هذا، يعني هذا فقط بيكون لها يكون مرادف للخدمة البريدية. صح أنه في الآن خدمة أسرع بكثير من الخدمة البريدية، لكن يبقى البريد وتبقى الطوابع سواء للاستخدام المحلي أو للمراسلات الدولية. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. أدر سالم من دولتك من الكويت. أحسن جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين والشكر لله تعالى.